بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو القول الأرجح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة؟ اختلف أهل العلم، منهم من يقول إن التوبة والأنفال سورة واحدة، وقد جاء حديث لكنه من طريق يزيد الفارسي وقد طعن فيه، ومنهم من يقول إنها سورة عذاب وفاضحة للمنافقين. نعم، من أجل هذا فلم تكتب وبسم الله الرحمن الرحيم تعتبر أمانة. وعلى كل فليس هناك حديث صحيح يبين لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نقرأها كما هو موجود في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.